السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. توضيح هام من الشؤون الدينية. على إثر المعلومات التي تناقلتها بعض الوسائط الاجتماعية بخصوص الاعتداء على السيد جمال عتو مكلف بالإمامة بمسجد أبي بكر الصديق عين ترك، انتقل السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران الأستاذ الأخضر قداري إلى عين المكان للإطمئنان على صحة السيد جمال عتو. نبشر الإخوة بأن المعني بألف خير. سبب ذلك أنه وقعت مناوشات كلامية بينه وبين أحد المصلين، فلما خرجوا من المسجد دفعه من الخلف فأسقطه أرضا. نقل المعني إلى مستشفى عين ترك فقدمت له الإسعافات الأولية، وقد دخلت المصالح المعنية بإلقاء القبض على المعني. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.